حولي 3/12/2012 معكم الآن جلال وسليمان مراسل شبكة سوريا مباشر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعن معنا الآن أحد الأخوة الذين خرجوا الآن من قرية عقرب. بس فيك تحكي لنا شلون فاتوا من القرية؟ الله أكبر. كما تشاهدون القصف العنيف على قرية طيران عقرب طيران نجف كما قبل القوة. طيب فيك تحكي لنا شلون طلعتوا؟ يا جماعة جينا على الطريق الزراعي بين الطلقة والتانية ايدنا على كفنا روحنا على كفنا. طيب شلون الوضع جوا؟ الوضع على ما هو من شمال مخاصرين من المغرب ومن نفس الشيء مانا غير الجيش الغير الحويلة من فوق. امبارح طيران امبارح بالهليكوبتر نزل فوق الضيعة 4 براميل راح فوق 8 شهداء هذا اللي بنعرفه هلا انا بعرفه فوق 50 جريح. هلا ما بعرف طلعت من الصبح اجى علي 6 براميل جنبي نفدنا منه اجى بعدين طيران الميك شفت بعينك كيف ضارب الصواريخ. نعم. طيب فيك تشرح لنا شوي شو اللي عم بيصير؟ عم نسمع صوت اطلاق نار كثيف، شو اللي عم بيصير؟ عم يشتكوا مع قوات الجيش الحر بين كلاب اسد من هون اجوا من شبيحه من شبكه اسد من حمام الحمر. ايه. طيب كم يبلغ عدد الشبيحه؟ يعني فيك تقدر عددهم اللي عم يقتحموا الضيعه؟ فيك تقدر العدد؟ اكثر من 500 واحد. اكثر من 500 ونحن جوا فينا على بعض ما فينا 100 واحد نحن جوا عناصر الجيش الحر متواجدين جوا. ايه بس ما ذخيره ما كنت ذخيره. قابل امبارح ما طلع بدري هيك شو بنسوي؟ طيب امبارح احنا شفنا الكل وتصريحات من بعض قادة الجيش الحر واكثر من يعني اكثر من 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 مصدر صرح بانه انتم نظفتوا الحاجز وطهرتوا بشكل كامل، منين رجعوا؟ مظبوط، اجوا شبيحه من الضيعه لحدنا، الحاجز خلصنا عليه الحاجز، انتهينا منه، شلنا الحاجز، حاجز مخسوم، قضينا عليه بالكامل. وين بس بعد صار عند وصل المغيرة بيجي شبيحه. بعد غياب الشمس اجوا شبيحه مهتف محاول. شو طلع بدنا يعني؟ هذا هي يصلح البشر اسود. ما فينا غير هيك. فيك. طبعا هذا هو حال الناس في مدينة عقرب وفي قرية عقرب اليوم في ريف الحولة، وهذا هو حال الحولة. قصف بالطيران، أصبح سماء مدينة الحولة ملعبا للطائرات كما تشاهدون. أيضا الشبيحة على حسب وصف أحد جهود العيام لأنهم يقتحمون القرية الآن من 3 عناصر، والآن كما تشاهدون عناصر الجيش الحر طبعا يستعدون لمحاولة الدخول إلى تلك القرية من أجل مؤازرة عناصر الجيش الحر المتواجدين في الداخل.